مرحبا بكم. بالتخبية ولا بخبار شي بعدين، لما الواحد منا كيلوح حياته، ذكرياته، أحلامه، طموحاته ورا ظهره، وكيعطي راسه للبحر والموج وهو يقرر المصير. قصتي مع الحريق هي موضوعنا اليوم في قصة الناس. كنت مشيت من أكادير. من أكادير حركتي؟ من أكادير. شحال بقيتي في أكادير باش تيسرات لك هاد القضية ديال الحريق؟ شي 15 يوم. المهم بقينا تمايا تاغفلنا مع شي جوج الليل، كان الشتا كتصب. وطلعنا من السكليره من الباطو من الدروج. وفين تخبيتوا في الباطو؟ طلعنا للشيميني الفوق في الشاغمه، هذيك ريحنا فيها انا والدري معايا. وما كاينش شي خطوره في داك الشيميني؟ ما كاينش شي؟ كاين واحد السخونيه وداك هذاك شي حد قلتي الشيميني هي العافيه والدخان. الشيميني طالعين خارجين تمنيا وكاين واحد لابلاص مربع بحال هكايا، حنا مراهين لتحت. منين جيتي تحرق انت وصاحبك عوالين على ربحه ولا ذبحه؟ كنت معول نمشي. تمشي وربي كبير؟ نمشي وربي كبير. ايوا ها انت طلعتي للباطو ومن بعد؟ طلعنا بقينا تما جوج الليل، بقينا 8 ديال الغد اللي خرج 8 الصباح. شد بينا الطريق، ضرب صدق دار بينا 5 ايام ديال الطريق. كيفاش 5 ايام ما ياكلش انسان؟ لا دينا معنا شي حاجه في الاول، دينا معنا صابلي وشويه الحمص التمر، ولكن تقادوا في يومين تقادوا. الحمص زعما باش بقاو مشبعاني منفوخين. شويه الماء والحمص باش تبقى منفوخ. ايوه باش تبقى منفوخ. وعاد واحد الباستا كتبقى تاكلها كتبقى 24 ساعه، كتكون في لوكاس وكور. ولكن نهار الرابع الدري جا الجوع بغى يهبط لا ماشين لتحت، يهبط الكوزينه باش يجيب الماكله. هبط لتحت هو واحد الثلاجه وما يتبعوه ليكيباج، بقاو كيقلبوا تما كيقلبوا ما لقاناوش ذاك الليل 6 الصباح وما يجبدونا. داروا بينا بقى كيقول لك هو كيدفع في الدري كيقول لي تلاح، الاخر كيقول لي تلاح. كيفاش تلاح؟ فين تلاح؟ تلاح على البحر ماشي 6 الصباح. بغاو يلوحوكم البحر؟ بغاو يلوحونا. شنو اللي خلاك تمشي تشارجا مع 300 واحد وما عارفش قدامك؟ ما كاينش غدا قدامك. وذرنا الله. الله والله. روحك لحتيها هكاك الله صافي هما كلها هكا باش تجي داوي ولدك صافي هكا ولا هكا صافي. كيفاش دايرين 300 واحد في الباطو؟ هذاك الباطو ديال الحوت مشارجي بالحوت هذاك الصغير؟ لا غير ديال الحوت هذاك باش تيصيدو. خلصنا شي 6 المليون باش طالع ليا 6 المليون لواحد. واه وانتوما 300 واحد. واه 300 و 6 المليون منين جبتيهم في ازيلان؟ ايوا كرينا البلاد وبعنا البهايم وبعنا بعتي كلشي باش تمشي. كلشي مشى. مراتك ما كاين حتى مشكل قالت لك سير؟ قالت لي سير صافي. العائله سير. واه 48 حرقه اللي عندك محمد تقريبا. دابا انت يلاه في وحده باقا 47 حرقه تعاود لينا. المهم الحمد لله الانسان خدا واحد التجربه زوينه. في عام 2000 طرينا واحد المشكل بان تقريبا 48 مهاجر مغربي. 48 مهاجر مشينا من كازابلانكا من الدار البيضاء. في الاخر عشنا 21 هي اللي عاشت. انا بقى في جوج دراري راه قلتها الاخ كبيره، يعني جوج دراري باقي ما كاملينش 18 عام، واحد سميتو هشام والاخر واحد مات واحد عاش. يعني هذاك المهم بعد هذاك الدري الصغير قلنا لي الا بغيتي تلاح دير عود حيت ما عندك ما دير. صاي المره الثانيه فرقعنا الباب ديال البرو وبداو كيتلاحوا الناس اللي تيعوم واللي ما تيعومش كلشي تلاح. تلاحوا ثلاثه الاولين الكابيتان كعا اللي ما باغيش يتلاح لاحو الكابيتان، ولكن ماشي هو الفوتيف، حنا الفوتيف، يعني حنا اللي اتفقنا بغينا نتلاحو. تلاحو ثلاثة الأولين، الكابيتان اش قال لي عطى الله عطاه، صاي ما تلاح بنادم صاي وقلهم، صاي المهم أنا بديت دي أمانته، تقريبا كاين اللي تلاح من فوق الباطو، تلاح ضربت لي كرسي ومع فهمتي. أنا دابا عندي الوراق كاتبين لي تلاحيت مع 7:30 ديال الصباح، ما تعتقت حتى 1:15 ديال النهار، عارف شحال عتقتني الزودياكا ديال بيدرو وأنطونيو. عاب جاو بوليسي ديال سان سيباستيان، جاو لاكوبتيرات وبداو كينقضوا في الناس. نقضوا نقضوا 21. شي الاخر كلشي كلشي مات. الحمد لله الا كان بنادم دابا كيفكر وتصنت لهذا الشيء اللي قلت، يعني اللي غادي غير قانوني راه ما كاين، راه بلادنا احسن. بلاد الحمد لله حنا واكلين شاربين، انا ما جيتش هكا في الاول. قصتي مع الحريق كان هو موضوعنا اليوم في قصة الناس، باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصة الناس. من اليوم انت واحد اخر. بسلام عليكم.